عند الخيار اللي موجود أول طريقة اللي هي نطبس فايل open ومن الصورة اللي بنفتح. هلا أنا هون مجهز فايلات وبعد كده بصلوا على الجروب. اوكي انت عامل شير سكرين؟ ايه انا ايه وانا عامل شير ما سكرين، عندي المفروض يكون مبين عليكم. عموما لا انا ما اكسب مبين عندي. اوكي سو الشير سكرين مش مبين عند حدا. اعمل اذا بدك للديسك اوكي توب بتصير اي شيء بتحط عليه ببين احسن من كل سلايد بسلايدر. اوكي هلا هلا انا عامل شير سكرين. لا بعد not yet. طيب هلا ايش الصورة؟ اوكي سو مش الحال. ماشي بس انتم شايفين الفوتوشوب عندي مظبوط؟ لا انا مش شايفه الفوتوشوب ولا انا يعني في حدا شايف وفي حدا مش شايف. كان ماشي حاله ورجع راح ما بعرف رجع جرب. ايه هلا بين شيء. اوكي هلا مبين شو بيصير يا جماعة. تلمي بس قولوا لي اذا مبين او لا. مبين انك عامل شير سكرين بس مش مبين شير سكرين. اوكي هلا بين. ايه هلا بين. اوكي اذا في حال راح، في حال راح شير سكرين قولوا لي دغري قولوا لي. ماشي اوكي الصوت عم يقطع شيء. شوي ما كتير. طيب رح كون عم بشرح انا هلا. رجاء في حال بلش يقطع الصوت خبروني على الجروب او خبروني هون. اوكي سو بلشنا اول ستيب اللي هي كيف نفتح الصوره عندنا على الفوتوشوب. فأول طريقة عندي هي فايل اوبن ومنقي الصورة اللي بنفتحها. المفروض إن أنتم هلا شايفين الويندوز اللي فاتح عندي. فتحنا هذه الصورة. اوكي صارت عندي مفتوحة. طبعا فيني افتح صورة واحدة، فيني افتح صورتين. دي شوي اوبن فتح صورة صورتين. فيني افتح as much as pictures as I want. اوكي سو فتحت ثلاث صور. هلا رح يبينوا عندي فوق. هلا هاي الانترودكشن للناس الجداد على الفوتوشوب. رح يبينوا عندي فوق مثل اي سوفت وير ادوبي. تمام هلا رح نحكي شوي عن طريقه ثانيه نفتح الصوره اللي هي دراج. تمام فرح نعتبر انه هذه الصورة اللي بنفتحها المفروض انه كلكم شايفين. هلا نعمل لها من القطر لونج بريس دراج على الفوتوشوب ومن من بنفلتها على هذا البار اللي فوق يعني. على هذا البار. اوكي هي مفتوحة اوريدي فما بترجعش تفتح مرة ثانية. سو هاوي طريقتين اللي بنستخدمهم لنفتح صورة على الفوتوشوب. اللي هي الصورة اللي بنعدلها، الصورة اللي بندخلها على الفوتوشوب، نفتحها بهالطريقة. So بعد ما فتحنا الصورة بدنا نعرف شوي عن ال properties تبع الصورة. So نقرا هون بهذا البار، بهذا البار نشوف نحن كل ال properties تبع الصورة. أول شي عندنا اسم الصورة businessman.jpg. ال businessman هو الاسم، dot jpeg هو الاكستنشن تبعه.
هو اللي بيحدد لي شو نوع الصورة. في عنا .jpeg .pdf .ai، في أنواع كتير للـ extensions اللي بيحددوا لنا نوع الصورة. at 12.5، 12.5 هو الزوم ريشيو اللي صورة فاتحة فيه. إذا بنعملها زوم أكتر إذا لاحظته بصير 25 بيكبر، بيجي هاديك الصور. الـ RGB هو الـ color format تبع الصورة. عندنا two color formats يعني RGB و CMYK. basically الـ RGB هو للـ screen color format، والـ CMYK هو للـ printing. يعني إذا كنت عم بعمل printing بكون عم بعمل عم بشتغل على أساس color format CMYK، كرمال ما يفرق معي الألوان بالطبيعة. بس إذا عم بشتغل على screen بشتغل على color format RGB. هذا في حال كنت عم بشتغل للسوشيال ميديا، إذا عم بشتغل لويب سايت، إذا عم بشتغل لأي شيء بيعوز سكرين سكرين أهو. So هيك بكون أنا فتحت الصورة تبعي. هلأ ما نتعلم شوي كمان عن tools الموجودة بفوتوشوب. بعد ما فتحنا الصورة نحن بدنا نعرف كيف نحرك الصورة، كيف نحرك بقلب الفوتوشوب اللي عنا إياه. So بنبلش بالشيء اسمه هاند تول. اوكي شوفوا عندكم هاند تول موجوده. هذه التول بتخلينا نلقط الصوره ونحركها كيف ما بدنا. اوكي ايزي. ويرجع عنا الزوم تول اللي هي مثل مكبر ماجنيفاير، تخلينا شو نعمل، خلينا نعمل زوم للصورة بكل بساطة. كمان نكبس مرة بتعمل زوم. اوكي اذا بدنا نعمل زوم اوت نكبس ALT، جربوا عندكم بس تكبس ALT بتصير في بقلبها ماينس وبتعمل زوم اوت. اوكي وعندي السكرولر بخلينا نعمل سكرولينج بقلب الصورة. هلا الشورت كاتس، كل طول بقلب الفوتوشوب عنده شورت كات. الشورت كاتس هم كتير كتير مهمين. ليش؟ عم بيعطونا سرعه بالشغل. انا بس كون عم بشتغل ما بدي لقط، ما بدي كل ما بدي اجيب طول روح على السايد بوكس، ما بدي اجي لهون واقعد نقي الطول. بكفي بكبسه وحده تيجي عندي الطول. الشورت كات تبع الزوم طول هي زد، مكتوب على زد. تمام الشورت كات تبع الهاند تول اللي هي بتخليني احرك هي يا اتش، اذا بكبس اتش بتيجي عندي الهاند تول، يا بكبس سبيس بار. كمان جربوها، ضل كابس سبيس بار طالما انا بدي اوز الهاند تول، بس بدريم ايدي على سبيس بار بتروح الهاند تول. في بيسكس يخلوني انا اكون عم بتعامل مع فوتوشوب باسهل طريقه ممكنه، بدون بأسرع طريقة كمان بكون عم بسرع شغلي قد ما فيي. لحد هون في شي مشكلة بالبث، في شي مشكلة بالصوت، بليز خبروني. لا ماشي الحال، حلو واضح. اوكي سو هلا هذا شيء كثير بيسك عم ناخذه هلا، ف ما تزهق ما تطفر. يعني اللي بيطفر يقول لي، يعني ما بعرف شوف كيف بنسليه. اوكي سو هلا تعرفنا على الزوم تول، الهاند تول، في عندي الموف تول. هيدي الموف تول هون. قبل الموف تول بدي اخبركم انه بقلب التول بار في تولز في حدهم مربع صغير بالزاوية. اذا لاحظت المربع صغير بدل على انه انا عندي كذا تول بنفس المطرح. كيف بحصل عليهم؟ بعمل لونج بريس، يعني بضل كابس بيفتح عندي التولز الموجودين. مثلا هون عندي تو تولز، موف تول وارت بار تول. اوكي هون مثلا عندي فور تولز وهيك. سو الموف تول هي تول لحتى انا اقدر امسك الصور واحركها، او امسك الاوبجكت واحركها. اوكي هلا بنكون عم نتعامل معها، بس يكون عندنا تو اوبجكتس بقلب ال. سو
عندي روتيشن، اوكي روتيشن على غير من حول كمان بعتقد بكل الفيرسز تبع الفرشة بنضلنا كابسين على الهاند تول بتطلع لنا. اوكي روتيت تول هي بتخلينا نعمل روتيشن للصورة، بنضلنا كابسين عليها وبنعمل روتين. اوكي واذا بدي رجع الروتيشن مثل ما كانت يعني اعمل ريسيت وبس اسكيب. كول اعمل روتيت اسكيب اسكيب ترجع عملية الروتيشن تول. اوكي سو روتيشن تول عندي تول او شورت كات بعوزه بالفوتوشوب. هاودي شورت كاتس بيسرعوا لي الشغل مثل ما قلنا. هاو الشورت كات اللي بدي اقول لكم عنه هلا هو شورت كات بخلينا نقلب بين التابس اللي فوق مفتوحين. يعني انا اذا فاتح مالتيبل ايمجز اذا بكبس كنترول تاب بصير يقلب بيناتهم. اوكي كمان جربوها عندكم كنترول تاب. واذا بدكم تيك نوتس تيك نوتس كرمال نكون عم نستفيد اكثر شيء. اوكي سو روتيت تول عندي كروب تول. اوكي كيف بعمل كروب لامنز كمان شيء بيسك. سو كروب كمان بتكون اذا بتحبوا تفهموا اكثر فوتوا اعملوا كروب وحركوا فيها شوفوا كيف هي بتتفاعل معكم. فيني اذا بكبرها بهالطريقه بتبني بتعمل بتكون لانس بتكون بورتريت بتصير لاندسكيب. اوكي بعمل كروب وعندي هون هذا التول بار اللي فوق هذا الكامل هو تول بار بيخليني اعرف بيخليني اعرف كل شيء خصائص تبع التول اللي بوزها انا. اوكي هلا دقيقة شوي بس بدي اعمل شير معكم للفايلز. اوكي هي سوري نسيت بعضهم بس هي صار عندكم الفايلز اذا بدكم تفتحوها عندكم خلينا نشتغل عليها. ثانك يو شادي ذكرني. اوكي سو كروب تول تول مهم يعني من اوسع ومثل ما قلنا هون عندنا هاد التول بار هو بخلينا نعرف شو فيها بروبرتيز هاي التول. مثل مثلا كروب تول في عندي هون على اي ريشيو بدها تعمل كروب مثلا 1 باي 1 4 باي 5 2 باي 3. اوكي سو في عندي كذا ريشيو او الاوريجينال ريشيو هيك بكون انا بحدد شو هو كروب ريشيو تبعي 16 باي 9. اوكي رح نجرب نعمل هيك. اوكي ملينا كروب حلو. سو عندي برش تول نرجع نوزع بعدين عندي كلون ستامب تول. كلون ستامب تول هي تول كتير كتير مهم بالفوتوشوب. رح ناخد اكتيفيتي عنها ليتر بس لأعطيكم فكرة عنها. هي تول نعطيها ستارت بوينت وبتعمل لي كوبي لهالستارت بوينت على مطرح تاني. اوكي يعني اذا بتشوفوا انتو هون اخذت من هاي المطرح هذا اللون عملت له كوبي لهي المطرح بدا عن هاي الزلمة. اذا بتشوفوا كيف عم باخذها عم بعمل له كوبي. اوكي رح نرجع نتعامل معها ليتر. اوكي باي ذا واي الكوماند فور حتى ارجع لورا هو كنترول سي. بعتقد انه كل شيء باللابتوب هو كنترول سي بيرجع لورا. اوكي سو رح نتعلم كمان هلا على
على هيدي الميلة من الفوتوشوب كمان، هي لسه مهمة بهالبورت. في بورت اسمه هيستوري، ما بعرف اذا مفتوحة عند الكل. اذا بتشوف بتفرجيني كل الاكتيفيتيز اللي انا عملتها، الوقت عملت اوبن، الوقت عملت كروب، الوقت بلشت بوز الكلون ستامب. اوكي سو هيدي البورت هاي كتير مهمة، كتير كتير مهمة الهيستوري بورت. سو اذا مش مفتوحة عندكم كيف تفتحوها؟ تروحوا على الويندوز وبتبصوا على الهيستوري، هيك بتكون انتو فتحتوا الهيستوري بورت. اوكي اذا بنرجع بنكبس هون بالهيستوري بورت بترجع الصورة مثل ما فتحناها. اوكي اذا بنرجع بنكبس هون بتوديني على اخر على اخر حركة انا عملتها بالصورة اللي هي الكلون ستان. اوكي سو رح نرجع نحن للبيس بورد تبع اللي هو وقت فتحناها، نرجع نشتغل من هونيك. اوكي سو بنروح على شيء اسمه سيلكشن تولز. بليز اذا حدا عنده اي اسئله وقفوني وتلني لحد هلا. هلا سيلكشن تولز عندنا بلنتي اوف سيلكشن تولز. الأهمية تبع الفوتوشوب بتيجي يعني بنشوفها بالسلكشن، نحن أهم شيء السلكشن بالفوتوشوب. سو رح نشوف شو عندنا سلكشن تولز. بنبلش باللاسو تول، بوليجونال لاسو تول، وماجنتيك لاسو تول. اوكي خلينا نجربهم على هذه الصورة. اوكي هاي الصورة. سو قلنا زوم، أين اللاسو تول اللي هي تول، كيف بنستخدمها؟ بهي الطريقة بنكبس على اللفت كليك وبنمشي. الباث اللي عم بمشي أنا هو باث السلكشن. إذا بتلاحظوا أنها كتير كتير دقيقة، يعني انا ايدي بتهز في منا صفر دقيقة، بس ممكن تفيدنا بعض المحلات. اوكي سو عملت هلا بيسك سيلكشن. انا يعني سيلكشن بدها تكون كلوز. اوكي هيدا شو بك؟ شو بكون؟ ليك تو بي انا ما خلصت هيدي ميرو بعد ما نزل عند الفوتوشوب، فهي يعني الهينه رايك بعمل لكم كيك من الكول. ها ما فيش لا مطلع بكره خلص فيش تيجي لنا. يلا ماشي كمل. اتس اوكي لايك غيده. اذا ما نزل عندك هلا الفوتوشوب فيكي بعدين ترجعي تلحقينا. يعني هاي طه، هاي اول كيف هاي شادين كيفين انتوا؟ ها كثير لورا. بالكروب في شيء بيعطينا مرات لما تعمل كروب ويكون عندك بعد في مثلا شيء ابيض انت مضطر بقى تزيده، عرفت علي كيف؟ يعني لنقول اوكي لنقول عملنا كروب. اوكي سو هات نشوف الاوريجينال ريشيو. تمام يعني فور اكزامبل بدك تزيد انت نفس هيدا ال اكزاكت. اوكي نحن ما بدنا نكبر الصوره، بدنا نزيد هود ال اوكي اوكي فهمت علي. هلا لايك شو هيدي البورت بدي شرح بدرس اللايرز، لان هيدي بدي يكون انا عم فك اللاير اول شيء، عم خليها تكون انلوكت اذا ملاحظ. اوكي بدي ارجع بعدين عبي الفراغات بالسلكشن تول. فهذه البوينت كتير مهم، هاي كتير كتير مهم بفوتوشوب انه كنا عبي الفراغات، عبي الفراغات يعني هو اصلا كرمال انه ظبط انا كل الفراغات بالصورة. اوكي انا سوري طولت، كنت عم بظبط كم شغلي، بس هلا لما كبست كروب عطاني كونتنت ارو وعطاني ديليت كروب بيكسلز او هيك شيء. اوكي هاو مضويين عندي يعني لازم تطفيهم. إذا بدك أعمل شير سكرين معي
اوكي اذا بدك تعمل شير سكرين هلا امير، اذا بدكش بنرجع نشوفها بعدين. اوكي اوكي مدرس ماشي. نكه سلكشن تول كثير مهم، السلكشن تول كثير مهم نتعامل معها نحن بحرفيه، نعرف كيف نعمل سلكشن للشيء 100%، يعني بتكون السلكشن نظيفه طبعا. هلا اذا ملاحظين هون انتم عندي هون ماني ماشي على الخط تماما، اوكي سو لهيك لهي السبب عندي انا مالتيبل سلكشن تولز، عندي كثير سلكشن تولز، يعني مش بس اللاست تول، هي مش الاونلي اوبشن. بس في شيء كومن بكل سلكشن تول اللي هو كابستان. اوكي كابسة ال ALT اذا ملاحظين بس كابسة ALT حط لي ماينس، وكابسة الشيفت اللي هي عطتني بلس. اوكي سو هاو كابستان مهمين وكومن بكل السلكشن تولز. سو عملت سلكشن انا وبعد طبعا منقي سلكشن تول بس اقبس ماينس، بيصير هذا السلكشن تول عم بيعمل سبتراك من ماي سلكشن. اوكي اذا حطه بس عملت كبست اي ال تي وعملت سلكشن هو ينقص من السلكشن حطه. نفس الشيء بس اقبس شيفت ويعطيني بلس، اذا بعمل هيك بيزيد على السلكشن، يعني هي قصة بس زيد على السلكشن ونقص من السلكشن. هذا الشيء بيساعدني انا انه تكون انه ارجع بالاخر خلي السلكشن تبعي تطلع نظيفة سوبر. اوكي طبعا بكل السلكشن تولز. اوكي سو هلا شفنا السلكشن تول تبع اللاسو، هات لنشوف البوليجونال لاسو. اوكي اللي هي البوليجونال لاسو مثل اسمها هي بتساعدنا بالسلكشنز في الجيلز، يعني مثلا بدي اعمل سلكشن لشي جيلز مثل هاي، هي اذا لاحظتوا كيف جيلز سو تعطيني سلكشن 100% جيلز، يعني هي الى ادفانتج بمطالع محدده. وبنفس الشيء شفت بلس بتزيد على السلكشن اللي عندي، فيني زيد هاي الكمية. اوكي ماينس بتنقص من السلكشن اللي عندي. بليز كون عم تعملوا براكتس قدام كل اللي ما بيعرفها. هلا في ناس بيعرفون هاو بيسكس يعني اذا مرق معهم شيء قدر ينفعهم بيكون كثير تمام. في ايام اشياء هيك تريكس صغيره بالفوتوشوب بيكون واحد مرق على مرقه مش انتبه. سو اذا لاحظتوا هون عملنا وان سلكشن سوري، واذا ملاحظين انا هسه كيف عم بتحرك بقلب الصوره، هي شيء كثير كثير مهم انك انت قدرت تتحرك بقلب الصوره بدل ما تكون عم تروح لهون. جيب الهاند تول نرجع، جيب الزوم تول نرجع، جيب الموف تول، ابدا ابدا مش فعال. بينما اذا بكون عم بقبض سبيس موف او ALT سكرولر، ALT سكرولر تعطيني زوم. اوكي لاحظتوا بدل ما اكون عم بقبض بالزد بس انا بالفي، في هي الموف تول، انا بالموف تول اذا بقبض ALT وبعمل سكرول تعمل لي سكرول تعمل لي زوم. سو هذه النافيجيشن هي الكي تبع السرعه. سو هلا عملنا سلكشن نحن كيف بعمل ان سلكت، يعني كيف بقيم السلكشن تبعي. اوكي ما عاش عايز اعمل كيف شيل السلكشن تبعي كمان شورت كات جديد هو كنترول دي. سو بليز كونوا عم تاخذوا الكوماندز كنترول دي هي بتعمل ان سلكت او دي سلكت. اوكي سو رح نكمل بالسلكشن تولز عندي باللاسو، بعدنا بمجال اللاسو يعني ماجنتيك لاسو تول. خلينا نشوف شو بتعمل ماجنتيك لاسو تول. انا يعني مش كتير بعوزها بس هي عمليه شوي، ماجنتيك لاسو تول وسريعه. ليك شو بتعمل؟ نقبس اول
بوينت، انا بدي اعمل سلكشن للطيه، وبنمشي بنمشي على الخطوط. انا ماني عم بوبس شيء، انا بس عم بمشي على الخطوط. اوكي وصلنا لهالزاويه بس. هلا بعمل موف نطلع ايزي واكيرت شوي. اكيرت هي ايام ما بتكون اكيرت حسب الريزولوشن تبع الصوره، بس شوفوا ما اسرع. اوكي انا بيعجبني فيها انه سريعه. اوكي عملنا السلكشن. اذا حسيتوه عملنا عارف يطلعك بوينت، بس تبصوا لفت كليك كرمال تقولوا لانه هون في بوينت. اوكي so this is magnetic lasso tool. عملت لي السلكشن، شفتوا مع دقة السلكشن. نعم زوم سلكشن نظيف. مثلا هون عندي غلط سلكشن. اوكي شو فينا نعمل؟ نفس الشيء فينا نقبص ALT ونمشي على هالخط نرجع. نعمل close path. هيك شو بيصير؟ بتروح ال بتروح السلكشن. Perfect selection. So راح نعمل Ctrl D مشان نشيل السلكشن، وراح نروح على Selection Tool الجديد Quick Selection Tool. اوكي الكوماند او الشورت كات تبع الكويك سلكشن تول هي W. اوكي يعني انا بقبس V بترجعني على الموف تول، بقبس W وعلى سلكشن الكويك سلكشن تول. الكويك سلكشن تول هي اسمها مسمى كويك فيري كويك، بس بنقبس على الاريا اللي بدي اعمل لها سلكت وفولا اعمل سلكت. يعني هي اسرع شيء، بس فيها مشكله اللي هي اذا حست بارباك وما عرفت مثلا هيدي الاوبجكت مدموجه مع هاي الاوبجكت، اذا حست هاي بتخرب لي الدنيا. سو بدي ارجع انا دائما اتحقق من وراها، يعني هون هذا اللاين منه ظابط معه. اوكي بقبس شيفت ايدون هيك شوي شوي هي. كتير مهم ننظف السلكشن تبعنا، يعني ما بنترك سلكشن هاي كيف مكان او منا 100% ظابطة. وهلا بنشوف ليه. اوكي هون بنقص. طلع لي هون شو طلع لي طاقية عمل سلكشن بيرفكتلي او تقريبا بيرفكتلي. هلا في عندي شيء انتو شايفينه قدامكم هلا اللي هو الكويك سلكشن تول. هي عبارة عن دوائرة. اوكي هي عبارة عن دوائرة بتكبر وبتصغر. يعني مثلا انا بدي اعمل سلكشن للطاقية فيني اعوزك على الحجم، بس اذا بدي اعمل سلكشن لشيء اكبر من طاقية مضطر كبرها. اوكي وكيف كبرها وبصغرها للسلكشن تول؟ في عندي البراكتس اللي هني اذا بتشوفون فوق الانتر كي، في عندي رايت براكت ولفت براكت مش الزيرو والناين، هني بالعربي حرف الداء وحرف الجيم. سو هاودي شو فيهم؟ شوفوا هون الرايت براكت بيكبر السيركل واللفت براكت بيصغر السيركل. اوكي هذا مهم مثلا انه بتصغر السيركل اذا عندي ديتيلز، اذا بدي اعمل سلكشن للديتيلز مثل مثلا بدي اعمل سلكشن للعين بس بصغر الدوائره بصغرها بعد. اوكي وبعمل سلكشن للعين بشكل عام. حيلا شيء كل شيء بتشوفوه دوائر هيك brush tool او selection tool
او الدوتش تول هاو بكره نشوفه هاو كله بيكبر وبيصغر بالبراكتس. فاهم اهم شيء تحفظ البراكتس بليز احفظوهم يعني سلكشن الماشيه. سو عندي الكويك سلكشن تول عندي شيء اسمه ماجيك وند تول. اوكي رح نعمل كنترول تي ونشوف الماجيك وند تول شو بتعمل. خلينا نبص على الطاقية ونشوف شو بتعمل ماجيك وند تول. طب نعطيك كيف عملت السلكشن. الماجيك وند تول بتعمل سلكشن لنفس اللون. إذا كبست على هون بعمل له سلكشن. فأنا بهاي الصورة طالما فيش عندي غير هاي الطاقية عند هاي اللون فممكن نوصل. اوكي اذا ملاحظين عم بقبص شفت انا وزيد هكل ما بنزيد كمان بقبص ماينس. لا ما في وين مهم بالماجيك كنترول الصور اللي عندنا مثلا باك جراوند اخضر باك جراوند اخضر كامل هيدا شو بعمل فيه؟ بقبص الماجيك كنترول وبقبص اللون الاخضر كم كبسه بياخذ اذا قلنا في له ديجريديشنز بقلب الصوره بقبص اللون الاخضر فبتلقط كل شيء لون حق بعض. اوكي سو شو بضل عندنا من السلكشن تولز. في عندي شيء اسمه اوبجكت سلكشن تول هاي نزلت جديد لان كنا نزل 2016 فهذه التول هاي كثير كثير مهمه اللي هي تعملوا هيك بس. اوكي يعني بس بتحدد الاوبجكت اللي بدكم تعملوا سيلكت وهي بتعمل سيلكت لحالها. هلا هون ما عندي اوبجكت سو ما رح تعمل سيلكت. اوكي فينا نعيد اخر وحده. اوكي اخر وحده اللي هي الأوبجكت سلكشن تول. مظبوط ايه صح. سلكشن تول مثل ما قلنا هي بس موجودة بال 2020 اذا عندك فوتوشوب 2019 كانوا بعض مش نازلينها. سو شو بتعملي اذا عندك اوبجكت واضح بالصورة مثلا طاقية واضح ومبين في فرق بينه وبين كل شيء حواليها بس بكفي انا اعمل لها سيلكشن يعني اعمل لها ريكتانجل حواليها وهو لحاله بيلقط. يعني هذا اوبشن سمارت سمارت اوبشن زادو في كثير اشياء زي دينا. سو اذا بتلاحظوا في عندنا هون بعض الفراغات فيني كملهم بال كويك سيلكشن تول. هي كثير كثير بتسرع الشغل كثير خصوصي مثلا انتو اركيتكتشر عندكم لنقول بنايه ايه عندكم بنايه بس بتعمل سلكشن لشباك مثلا بكل بساطه بتعمل سلكشن او لتري او لسياره بتحدد الاوبجكتس كثير مهمه صح. اوكي سو بما انه عملنا سلكشن خلينا نعمل براكتس صغيره على السلكشن. يعني اذا بدكم دفوار صغيره على السلكشن كرمال تكون عم تشوف لاي من عروض السلكشن. اوكي عمل سلكشن وبعدين اوكي لان فوت بالبراش تول. اوكي لا شو كبيره لعبه صغيره. اوكي سو البراش تول هي تول كثير مهمه كثير ذيقه بالفوتوشوب سوبر سوبر مهمه وذيقه. مثل ما قلنا البراش تول هي دوايره مثل ما شايفينها في نكبرها بالرايت براكت صغيرة باللفت براكت. سو عندي كبرنا وصغرنا التول. هلا راح اوز البراش تول لحتى الون هيدي الطاقية. اوكي بس راقبوا معي كان في طريقة لونها فيها. أول شيء بدي نقي اللون اللي بدي لون فيه.
من هون لما اعطينا عندي color هون بنقي اللون ولونا. بس هالشي ابدا ابدا مش منطقي, يعني مش منطقي لون هيك انا. اوكي او كنترول زي رح نعمل شيء اسمه مود كمان هادي بقلب ال بقلب التولز تبع البرش تول بقلب البريبورتس تبع البرش تول وراح اغير لها البلند مود تبعها, يعني راح اغير لها كيف تختلط مع الاشياء اللي بدها تنحط عليها. يعني حتى نجرب الديزولف, يعني خلي البرش تول ينعمل لها ديزولف مع الباك جراوند راح تعطيني هذه النتيجة. خلينا نجرب ملتبلاي راح تعطيني هذه النتيجة. اوكي سو مثل ما شفتوا البلند مود كتير مهم. البلند مود بيخليني احدد له او اقول له الفوتوشوب, ما هو يذاكر الفوتوشوب, بخليني انا اقول له كيف بدي القصص اللي انا بركبها مع بعضها تتفاعل مع بعضها, يعني كيف بدي البرش تقول تتفاعل مع الطي, بدي اياها تكون ملتبلاي على الطي, ما بدي اياها تكون بالكي كولر عليها. سو ملتبلاي لنقول ساتوريشن. اوكي شفتوا الافكت العاطفيه. سو هون هاي بترجع لكم انتم وخياركم, يعني بتفوتوا بتجربوا كل وحده بوحدتها وتشوفوا ديفرنت افكتس اللي عطنا اياهم. سو بنفس الوقت لنقول عملنا له هاي اللون اذا ملاحظين سوري اذا بدا سلكشن ومرقنا البراش تول عملت لونت الكل يعني, بس انا لا بديش لون الكل. برجع بالهيستوري على السلكشن بدي بس لون طيب. اوكي ما بديش لون شيء تاني. سو ارجع جرب ملتبلاي بس انا بدي هذا اللون بس ما بدي يكون هالقد قوي. اوكي هلا هيك في شيء اسمه opacity وflow. سو opacity نقبس على opacity متخففه بنجرب كيف تعطينا لون تغير. اوكي سو هات لنشوف comparison. أخذنا طاقية عشان ملحبته قصيتها يعني, هلأ بعدين نقول كيف, بس مهم هلأ نشوف comparison. So هرجع أعمل selection لهذه الطاقية. ورح نجرب نرجع نعمل فلو عليها مثلا نخفف الفلو lower opacity. إذا بتلاحظوا لك الافكت هذي صارت خفيفة كتير كتير خفيفة, يعني بدي أعمل port هون عم بلون هون قليل جدا بتبين, يعني لو بس 4 يعني 4% يعني ماشي, بس هاي انه مهم مثلا بدي اعمل انا اف تلوين خفيف جدا جدا عم بيعطيني باد نتورك كواليتي عندي عم تسمعني منيح؟ اوقات عم بقطش هلا الصوت منيح شو؟ الصوت منيح بس في سكرين عم في محلات عم تنط منه نط يعني عم تصير في لاج بالسكرين في ديلاي منيح. I guess ان الانترنت كواليتي منه منيح ما بعرف او انه هي كتير بتصرف هيدي. اوكي اذا في شيء نقدر نغيره بطريقه ابطا رح ابطا انا الشغل انا كتير على فكره كتير عم بسرع هي
بس تصيروا متمرسين على الفوتوشوب بتصيروا كتير سريعين بالحركه عليه. I guess الاركيتكتشر لازم يكونوا كتير سريعين لان دائما عندهم 100 مشروع وبدون وقت deadlines. تعلم اكيد تعلم ان انا لقيتك كتير مستعجل بس تركتك تكتشف لحالك يعني. شو شفتك كتير مستعجل بالستابس اللي عم تعملها بس تركتك تكتشف لحالك. ايه حبيبي نرجع نشيل هالطاقية المفروض فهمنا السلكشن تول البرش تول رح نرجع نشرح عنها شيء بعدين. بتمنى من اللي عنده هلا فوتوشوب مفتوح قدامه يفوت يعمل هيك براكتس صغير على السلكشن تول على كل السلكشن تولز يتأكد انه فهمون وليتر اون اكيد بنكون عم نعرف هي الى 100 عازل السلكشن تول يعني كنا عم نعرف اكثر selection tool وعندنوزها بالضبط. So أعطيكم شوية وقت تعملوا selection. Okay افتحوا الفايلات عندكم وين حكي خصوصي للي منو متمرسين على فوتوشوب. اللي متمرسين على selection وشي بديهي عندهم اللي مش متمرسين لا يمكن يلاقوا شوية صعوبة بالموضوع. إذا حدا حابب يعمل شير سكرين معي كمان تلني قبل ما نكمل بالفورت الجديد. اوكي لكن هنضل على هودي الصور هنشرح شوية أشياء هلا عن image resolution هو شيء كتير مهم في الفوتوشوب. يعني الفوتوشوب عنا هو عبارة عن pixel based program. اوكي عنا مثلا AutoCAD منه pixel based اللي هو برامج الاركيتكتشر عندي فاكتور مثلا Illustrator هو فاكتور based. اوكي بينما الفوتوشوب هو pixel based. كيف نعرف انه pixel؟ نعمل زوم من الزوم عندكم بتشوفوا جريد كل one box هو بيكسل. اوكي سو هو مجموعة بيكسلز مجمعين مع بعض. سو اهم شيء يكون عندي صورة عندها ريزوليوشن عالي ابوزها ان كان مشروعي عنده ريزوليوشن عالي وان كان الصورة اللي صورتها على تليفوني او بكاميرتي. سو من هنا انا فيني اتحكم بالريزوليوشن يمكن بدي اوطيها. بنفوت على image بالبار الفوقاني بنفوت على image size. So شو المعلومات اللي بيحط لي اياها بالimage size؟ ال width وال height اللي هن شكل الكانفاس بيكون من برا كيف حجم الصورة. فيني احطها بالسنتيمتر وشوفها 30x23 لنقول انا بدي اياها A4 مثلا بنحط A4 هو بيعمل لك كروب لحاله. ساعتها عندي ريزوليوشن هون هي 300. ريزوليوشن 300 هي ستاندرد ريزوليوشن لا بيقولوا له هاي ريزوليوشن يعني. اوكي يعني معنا الهايست بس هي هاي ريزوليوشن. هلا ميديوم ريزوليوشن هي 150 واللو ريزوليوشن هي 72. سو انا اذا بدي اشتغل على ريزوليوشن 72 بيكون الفايل عندي
من مبهدل يعني، بس انه لو ريزوليوشن ما فيني اعمل زوم كثير فيها. بس امتي ممكن يكون عم بعمل هالشيء انا؟ امتي ممكن يكون عم بخف الريزوليوشن؟ هذا الشيء خصوصي للاركيتكتشر، بكون عم بخف الريزوليوشن وقت يكون عندي هيفي فايل يعني، بس يكون عندي بلان كبيره، بلان بنايه وبدي لون عليها كثير يعني، بدي لون عليها وبدي اعطيها تكستشر، وكل فايل تكستشر لحالها، وكل فايل تكستشر عنده ريزوليوشن 300، بيطلع الفايل كثير ثقيل. اول شيء ما بقعد بيحمل الكمبيوتر، ثاني شيء بصير يعمل لايك، بصير حجمه ممكن يصل 1 جيجا او 2 جيجا، هاي شيء نحن ما بدنا اياه. فلايك من صغر الريزوليوشن ل 72 بكسل بير انش، هاي شو بيكون صار عنا؟ فايل اصغر. لو تلاحظوا صاروا اكبر، يعني المرة الماضية بس عملنا زوم قدرنا نفوت اكتر من هيك. هلا البكسل كبرت، هذا لان قللنا الدنسيتي تبع البكسل، يعني صارت الدنسيتي تبعهم اقل. نفس الشيء بالوث والهايت، تغيروا الوث والهايت تبع الصورة، يعني صارت مثل ما انا حطيتها. اوكي سو هذا بورت مهم كمان. رح نروح هلا على سيف كمان، هاودي من الستاندردز اللي كتير مهمين بالفوتوشوب، كيف اعمل سيف. هلا عندي كوماند للسيف، يعني عندي شورت كات للسيف اللي هي كنترول شيفت سيف. اوكي كنترول شيفت سيف تعمل لي سيف اس كنترول شيفت سيف. ليه بنعمل سيف اس؟ نحن ما بنعمل سيف كرمال ما يعمل اوفر رايت للفايلز، يعني اذا هالفايل عملت له سيف بخسر الفايل اللي قبله، فبنعمل سيف اس. اوكي سو عندي بالسيف اس تايب عندي فورماتس، عندي بلنتي اوف فورماتس، كل فورمات له دور. نحن اهم فورماتس بنعوزهم اللي هن بي اس دي اللي هو فوتوشوب فورمات، البيس فوتوشوب فورمات. هاي الفورمات بتخليني يضل عندي كل اللايرز محفوظين، كل اللايرز ما بضيع عندي ولا لاير. اوكي وهذا شكله بيصير، هذا كرمال ارجع انا اقدر اعدل على الفايل مره ثانيه. عندي الفورمات جي باج، مش الجي باج 2000، الجي باج 2000 ما بنعوزها، جي باج اللي هي هيدي، هاي كثير بنعوزها كمان، هي الفورمات الصور يعني اللي بنعمل اكسبورت على اساسها لما عملنا ننزل صورة على سوشيال ميديا، او لما بدنا نعمل صورة على ديفايسز اللي هي صورة يعني. والفورمات الاخرانية هي PNG، هي لما يكون عندي transparent part بالصورة. اوكي PNG بتخلينا نفرجي transparent part. بس افرجي ممكن لما يكون عندي JPEG ما ببين في شيء transparent، ببين مطرح transparent white، بينما الـ PNG بتبين مطرح الـ transparent. رح ناخد هلا example على الـ transparency اللي هي نعتبر نحن انه عملنا selection لوجه، احنا بس بدنا ليش كل هذا اللي حوله. اوكي هاودي الكرويات، هالكرويات اللي هوني هن transparent part of the picture، يعني انا بس عندي وجه هلا هاودي ماشي، هاودي البورتس اللي هن ماشي. سو رح نجرب نعملها سيف اس PNG اوكي. هون بيسألني الفايل سايز كيف بدي اياه، طبعا بحط له لارج فايل عشان ما اخسر ريزوليوشن. راح نجرب نسيفها جي باج. اوكي
اوكي سو مثل ما لاحظتوا هيدا البي ان جي وهيدا الجي باج. الجي باج طبعا مطرح الترانسبيرنت وايت عبالي وايت والبي ان جي ضل ترانسبيرنت. اوكي هيدا الفرق بينهم. سو هلا رح نرجع لهيدي والبي اس دي الفايل بي اس دي مثل ما قلنا هو بيعطيني خليني افرجيكم العيون بيعطيني هذا الفايل اللي هو بس افتحه بيبين فيه كل شيء بيبين فيه كل شيء هون لايرز كل شيء بورس كل بورت لحال فالمحدين فيني احركهم بينما بالصورة ما فيني احرك شيء الصورة هي صورة ثابتة جامدة. اوكي اوكي صار مارق ساعة الريكورد لازم اطفي الريكورد هلا كل ما يعمل شيء كبير كثير وراح ينزل يعمل ابلود على السيستم. اوكي رح نرجع رح ناخذ بريك 5 او 10 minutes لان انا تعبت كمان مش لازم تتعب يعني. في حدا حاكي بالشات؟ اوكي اي شات؟ تيمز. اوكي I'll check. بس امشي للميوت تيمز is kicking me out. اوه هيدي اميرة. اوكي كمان في مسج قبله مسج قبل can you repeat keep sort transparent. اوكي تمام يعني اميرة تسمعينا. اوكي رح اسألكم كيف صار transparent لكن اسألكم كيف محينا البورت يعني انتم ما قلت لكم بعد على الاريزر تول. هلا برجع من نحكي عنها بعد البريك. اوكي سو هلا بركي بالميتنج الثاني ان شاء الله يمشي الحال يا اميره بتقدري تفوتي معنا. اوكي واني نوتس فيكم تكونوا عم تكتبوها او عم تقولوا لي اياها بهذا الوقت الاستراحه اللي عم ناخذه. اوكي اوكي لكن guys see you in 10 minutes.